والصلاة والسلام على رسول الله. يا إخواني، أنا جئت من تركيا، أتكلم قليل جدا، لكن نحن سمعنا يوجد ظلم في سوريا، ونحن قلنا نحن سوف نذهب إلى سوريا. نحن نعرف هذا طريق يذهب إلى قدس، هذا طريق يذهب إلى قدس. إن شاء الله نحن سوف نذهب إلى قدس، وإن شاء الله نحن سنصلي الصلاة في مسجد أقصى إن شاء الله. هم خبيث بشار، خبيث بوتين، أخذوا نساؤنا، أخذوا أطفالنا، هم يكفرون سيدنا عمر الخطاب، هم يكفرون سيدنا أبو بكر الصديق، هم يكفرون سيدنا عثمان بن عفان، هم يكفرون سيدتنا حضرت عائشة رضي الله عنها. والله سبحانه وتعالى يقولون لأصحاب لعمر الخطاب لأبو بكر الصديق رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم يكفرون سيدتنا حضرت عائشة رضي الله عنها. يقول الله سبحانه وتعالى سورة نور لحضرة عائشة رضي الله عنها، هو نظيفة جدا. هم يكفرون، هم أخذوا نساؤنا، هم أخذوا أطفالنا، إن شاء الله نحن سوف نذبحهم. لماذا؟ لماذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله، هم متشدد من نصران، هم متشدد من يهود، وإن شاء الله نحن لا نذهب إلى غنيمة، نحن لا نذهب إلى غنيمة، نحن نذهب إلى شريعة، نحن نذهب إلى قدس، نحن نذهب إلى كلمة الله بإذن الله. الآن ينظرون مسلمين ويقولون مجاهدين ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ نحن نقول والله هم يريدون الشريعة، والله هم يريدون الشريعة، لكن يقول الشيعة هم يعملون مع أمريكا. نحن سوف نقول هنا نحن نعمل لإسلام، نحن نعمل لدين، نحن نعمل لشريعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.